ساحر الكرة، النورس الطائر، الفتى الذهبي، لا يبالغ في إظهار الفرح حتى في تسجيل الأهداف الحاسمة. ما زال بعد الاعتزال يصمم ويخطط. إنه نقيب الرياضيين العراقيين الآن. شوف، عمري ما فكرت بمنصب لأجل المنصب. إحنا يعني عندي أفكار كثيرة، عندي تطلعات كبيرة، أتمنى أي منصب أخدم به بلدي. سعيد من كانت ابنته وزيرة صحة في منزلها. طمنين عن صحة بابا. بابا الحمد لله كله زين، يحافظ على لياقته، يعني يمكن محافظ على روحه أكثر مني بابا. له في تزويجها شروط. كطبيبة لا يمكن أن تكون مرتاح إلا مع طبيب. بس أنت هم لازم تتزوج لعبة طوبة على الحج. لا، شوف، كل المهن ممكن أنه تختلف إلا الطبيب، لأن الطبيب عنده خفارة، عنده عملية، الوقت مو وقته. صاحب القميص ذي الرقم 8 له صفات وخصال بعددها. صريح، يعني بابا نادر لما يجامل، دائما صريح. خسرت الصراحة هواية. حتى ولو، بس أحسن تكون صريح، أحسن ما تكون متملق أو زين. صادق، ويمكن هذا الشيء ما يبين هواية قبال الناس، بس عنده حس فكاهة دائما. يعني له صلة مع خالق أنعم عليه دون منة. صلاة الفجر هي صلاة روحانية ومن أهم الصلوات، يعني اللي أنت ممكن أنه تشوف يومك كله مرتاح وسعيد، حتى لو عندك مشكلة بذاك اليوم، لكن تتلقاها برحابة صدر، وأنه ممكن تمشي عندك بطريقة إيجابية بالحياة. هو زارع الشهرة وهي من الحاصدات، لم تدفع ضريبة معلومة. من إحنا صغار وبنات أحمد راضي نحس فد أسلوب تعامل خاص، يعني وين ما نروح، حتى أني يعني الدكاترة اللي تعاملت وياهم خلال الطب، يعني دائما من يسمعون ببابا، يعني خلص تصير معاملة يعني حلوة. نجم الكرة العراقية أحمد راضي، ولأول مرة مع كبرى بناته الطبيبة هيا في أطراف الحديث على الشرقية.